احسن الله اليكم، هذا سائل اخر يقول ما تفسير قول الله تعالى ومن هم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل هو اذن خير لكم. نعم هؤلاء المنافقون يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بانه اذن يعني يستمع يستمع للناس ويستوعب كلامهم ويرشدهم فهذا معنى انه اذن يعني يستمع للناس وشكاياتهم وسؤالاتهم نعم